أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاستراتيجية الوطنية للتصدير للعوام 2023-2025 الهادفة إلى زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة التكتلات الاقتصادية فضلاً عن فتح أسواق جديدة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قال خلال حفل إطلاق الاستراتيجية إن الحكومة تعمل على إنجاز الخطة التنفيذية للاستراتيجية مع نهاية شهر آذار الحالي فضلاً عن إطلاق منصة للتجارة خلال هذا الأسبوع